السلام عليكم ورحمة الله. سعدني أن أقدم نفسي لكم دكتور خالد أحمد، متخصص في تعليم اللغة العربية للأجانب، وبإذن الله سيكون هناك نشاطات كثيرة مع أكاديمية دار.خالد، من ضمنها مجموعة كبيرة جدا من الدورات الخاصة بطلاب الRGCSE كامبريدج ميديك سيرفيس، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها أيضا. كذلك هناك دورات خاصة بالمسرح وكيفية تعلم التمثيل المسرحي للطلاب، سواء كان في مراحل الابتدائية والإعدادية. كذلك أيضا هناك الكثير من الدورات الخاصة بالتعبير وإبداع ومهارات الكتابة العربية والمهارات اللغوية وتعلم اللعب. كل هذا بإذن الله سأقدمه في أكاديمية د.خالد، وأتمنى من الجميع الاهتمام باللغة العربية. اللغة العربية هي لغتنا الأم، اللغة التي نفخر بها ويفخر بها كل عربي مسلم. السلام عليكم.